أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى، وبإمكانكم متابعتها مباشرة على بوابة التلفزة التونسية أو عن طريق اليوتيوب وطنية أوروبلاي. ومباشرة الآن إلى عناوين النشرة. في قفصة إتلاف كمية هامة من زراعة الطماطم بعد موجة البرد الأخيرة، معضلة تطرح كمية التأمين للتقليص من مخاطر التقلبات المناخية. عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، جدل حول الاستقلالية واحترام الضوابط المهنية وما تحقق في مجال حرية التعبير. يوم تنشيطي بمدرسة السرور بصفاقس، يحول المدرسة إلى فضاء لابتكارات تلمذية عكست أحلام الطفولة وتوقها إلى الأفضل. الانطلاقة من قفصة وتساقط البرد في الآونة الأخيرة على منطقة العميمية بسيدي عيش تسبب في أضرار هامة طالت الأراضي الزراعية، وتراوحت نسبتها بين 25 و80%، وتبقى مسألة تأمين تبقى إشكالا مطروحا. أضرار تراوحت نسبتها من 25 إلى 80%، لحقت مساحات هامة من الأراضي المزروعة طماطم وبعض مقاسم الزيتون إثر نزول البرد على منطقة العميمية بمعتمدية سيدي عيش. لحد جينا أمطار غزيرة مسحوبة بالبرد، وقع معناها ضرت الشجرة، ضربها الحجارة ضرت الكل، مبقاش فيها شيء. بهذا على أنه باش نحن توتي بلاحظ باش حتى غدو كي جيبية معناها صابت وتلفت كلها ما عادش باش يرجعها. 80% من عام مصابة ضاعت. فلاحة من عام 2009 بدنا نغرس في الطماطم هذا، بدنا نغرس فيه، كان الهكتار يوصل ونبيعه في الكيلو 120 فرنك. تو حاليا الكيلو 129 فرنك، والهكتار يوصل من 15 مليون ل 13 مليون ألف دينار. المصاريف اللي هي زايدة علينا من غير اللي نحكوا فيها، يعني دفاف السنة اخذته أنا عملوه ب 12%، السنة اخذته بالزملين. خسائر هامة أتلفت عددا من حقول الطماطم عاينتها لجنة من المندوبية الجهوية للفلاحة بولاية قفصة. ثم أضرار كبيرة على زراعة الطماطم، ثم تتراوح من 25% حتى 80%، معناها ثم 80% من الكم الخضري من أوراق وغصان معناها تحت في الأرض، دونك الإنتاج بطبيعته باش ينقص، معناها باش ينقص من 20% حتى 80%. بالنسبة للأشجار المثمرة معناها الأضرار خفيفة، خاصة الزيتون أكثر حاجة ضرت هي الطماطم. تضرر الأراضي الفلاحية بفعل الكوارث الطبيعية وما يخلفه من خسائر مادية، يطرح مسألة وعي الفلاح بأهمية التأمين الفلاحي ودوره في تغطية الخسائر الكمية وفي ضمان تجديد طاقته الاستثمارية. إلى منطقة تولد عباس من ولاية القصرين، منطقة يواجه الأهالي فيها خطر الأوبئة جراء استهلاكهم الإجباري لمياه الأمطار في غياب المياه الصالحة للشرب بالمنطقة. في ظل غياب المياه الصالحة للشرب، العم إبراهيم لا سبيل أمامه وغيره من متساكن منطقة أولاد عباس المتاخمة لجبل سمامة غير استعمال مياه الأمطار بعد تصفيتها. زي المال كنا نحكي لكم عليه، ها هو هذه الحالة، رانا مشنا جايبين التلفزة ولا جاي التلفزة هذه باش نكشفوا الوضع في البلاد. رانا نشربوا في شربة ما راهي حالة مزرية، رانا تعبين، انا انسان عندي السكر، العزوز مات بفيروس الكبد تشرب كله سخ. والحال نفسه بالمدرسة الابتدائية طربخانة من منطقة أولاد عباس والتي منعنا من دخولها، مدرسة لا مياه فيها ولا بنية تحتية محترمة، ما جعل تلاميذتها ومعلميها يطالبون السلطة الجهوية بالتدخل. نحب نوجه نداء للسلطة المعنية، راهم كل عام يجوا يصوروا لهنا، يصوروا وفي الاخر يعني حتى رد. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أكدت في هذا الصدد أن سبب تأخر أشغال حفر بئر عميقة بمنطقة أولاد عباس يعود إلى حساسية الوضع الأمني وعزوف المقاولين عن المشاركة في طلب العروض التي أعلنت لأكثر من 6 مرات، وأن المساعي حثيثة لتزويد المنطقة بمياه الشرب في أقرب الأجال.
كشف التقرير حول الوضع المادي للصحفيين واستقلالية الأعلام الذي أنجزه مركز تونس لحرية الصحافة والذي قدم نتائجه رئيس المركز محمود الذوادي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بالعاصمة أن هناك أكثر من 80% من الصحفيين المستجوبين يتقاضون أجورا أدنى مما تنص عليه الاتفاقية القطاعية المشتركة، كما أن 50% من الصحفيين المستجوبين يعملون دون عقود عمل. كما تطرق التقرير إلى ما اعتبره تذبذب قطاع الإعلام العمومي بسبب عدم تركيز هيكل يتولى حمايته من تدخلات الحكومة والأحزاب وعودة الرقابة عن طريق التعليمات غير المباشرة أو الضغوطات المهنية. كما أشار التقرير إلى تزايد مخاوف الصحفيين خاصة بسبب ما اعتبره ضبابية شابت مسار دسترة وتركيز الهيكل التعديلية رغم الإعلان عن بعض المكاسب المهنية ورغم تراجع الانتهاكات في صفوف الصحفيين لسنة 2016. إذن غدا يحتفل الإعلاميون باليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل جدل حول مفهوم حرية التعبير وما يقتضيه من ضوابط مهنية. في هذا الروبورتاج رصد لآراء الباث والمتقبل حول هذا المفهوم. الصحافة صاحبة الجلالة، السلطة الرابعة، تعددت الأسماء لقطاع واحد يقر الكثير اليوم بأهمية تأثيره في واقع المجتمعات. ففي تونس وما تشهده في السنوات الأخيرة من نقلة سياسية واجتماعية أفرزت تطورات في المشهد الإعلامي، أصبح الحديث عن حرية التعبير كأهم المكاسب لتختلف آراء المواطنين حول هذا المفهوم. موجودة حرية الإعلام لكن ما زالت شويه، ولازم تكون حريه الصحافه. الصحافه هي اللي باش تعاون البلاد باش تقفل ساقيها كل شيء، خاطر كذا كان يخبيه كل حاجه نخبيها ما نقولوش عليها ما نخبروش عليها ما عادش عندنا حريه. جو سوي بور لا ليبرتي ديكسبرسيون، معناها لازم الانسان يعبر، فهمت انا؟ والصحافه لازم يكون الناس تكون على الاعلام، يفو انفورمي لي جون. في تونس ما عندناش ديمقراطيه، قاعدين يضربوا في الصحافه ونحيوا في الصحافه، والاعلام يراه في حد شيء، الناس يحبوا يشوفوا كل شيء. لا موجوده الحريه لكن مش احترافية، ثم شوية معناها عدم مصداقية. كي تشوف في البلاتوات ولا كذا واحد تقول برا باش نلقاها معناها سي لونفير ساعات، والواقع معناها غير ذلك. فما تغيير جذري ما بين بعد الثورة الحق، فما حرية، فما يا حبذا تكون حرية مسؤولة. الإعلاميون من جهتهم يرون في مبدأ حرية التعبير أنه سلاح ذو حدين، فإما الحرفية أو الفوضى في بعض الأحيان. حرية التعبير في تونس بصفة عامة هو مكسب كبير بعد الثورة، يظهر لي من المكسب الوحيد الذي تحقق، ولكن يبدو كيفاش نستغل هذا المكسب هو اللي عليه برشا نقاط استفهام. يمكن مزيد ترشيد الخطاب الإعلامي اليوم، تحديد مفهوم حرية التعبير وشنية ضوابط حرية التعبير في تونس. نحاولوا معناها بشتى الطرق وبكل الوسائل أنه نكونوا ساعة موضوعيين في طرحنا للمواضيع وفي تقديمنا للمعلومة للمواطن. وسائل الإعلام ما تعرف عندها تأثير كبير على يعني صناعة الرأي العام. مش حاجة اسمها حرية مطلقة في الصحافة، ديما ثم حدود ذاتية وثم حدود منطقية. الحدود المنطقية معروفة، ثم خلاقية المهنة الواحد لابد باش يحلها بها، وثم حدود ذاتية في داخل الواحد، لأنه مثلا ثم قضايا ما تجيبش تحكي فيها على حياد، ثم قضايا وطنية بطبيعة يزمك تكون عندك موقف متمكن من موقف معين. وتبقى حرية التعبير مسألة نسبية ومفهوم يحدده مدى وعي الصحفي بضرورة تقيده بالضوابط المهنية والأخلاقية قصد تقديم مادة إعلامية قادرة على كسب ثقة المتقبل والنهوض بواقعه. جولة الآن في عالم الألوان مع بعض اللوحات الهندية الراقصة من خلال مهرجان الألوان بالحمامات الذي انتظم في دورة رابعة ليستضيف منسقي أغاني من تونس ومن الخارج. في أجواء احتفالية وعلى وقع الموسيقى وألوان قوس قزح، التأمت أمس الدورة الرابعة لمهرجان الألوان التي يشارك فيها منسق الأغاني والدي جي من تونس وخارجها. دي جي يجي يعدي دي فيديو ويعدي دي فوتو، معناها تصور وفيديوهات على تونس وعلى البلايس اللي زارهم. هذاك علاش احنا نجيبوهم ديجا قبل بنهار باش ندوروهم في المناطق السياحية. المهرجان انطلق من منتصف النهار ليتواصل إلى منتصف الليل على وقع الأنغام والموسيقى والرقص. حبيت نفرح أنا وصحابي، جينا قصينا من طوع عنا جمع قصينا نلمو فيها، عجبتنا خاطر نحبوا نجيبوا السياحة لتونس، نحبوا نفرحوا زالة وديما جولة هنا وإن شاء الله يعاودوها مرة أخرى. احنا دي زيتيديون كريسبي في
زيكزاما وكل حابين نجيو نتفرهدوا شويه ونخرجوا شويه من ستريس. ميوزيك لي كولور كل شيء طياره في الفستيفال هذايا. ديجا كنا نشطحوا لوطا برشا جو. جاب لنا الموسيقى. عمل جو مال. على الاخر. الالوان عجبوني على الاخر. وبرشا موسيقى حلوه على الاخر. الموسيقى والشطيح نتاع هبله. ولأن المهرجان مستوحى من مهرجان هولي الهندي الذي تنظمه نيبال منذ قديم الزمان احتفالا بقدوم الربيع، لم يخفل المنظمون عن استضافة مجموعة رقص من الهند لتقديم بعض اللوحات الاستعراضية. نبقى في عالم الثقافة. وشعراء من ليبيا والمغرب والعراق وتونس التقت قصائدهم وأشعارهم في مهرجان ورغم للتراث الشعبي بمدنين في سهرة جمعت بين الثقافات. قصائد شعرية تنوعت معانيها واختلفت طريقة إلقائها باختلاف أصحابها. شعراء قدموا من المغرب وليبيا والعراق لتلتقي قصائدهم في سهرة للشعر الشعبي. قصائد زادها المكان ومحتوياته جمالا فزادت شحنة للشعراء لتتعالى أصواتهم ويردد صداها قصر أم التمر. هي نايمة والفجر علم ضيا وصوت المؤذن حي رصاص غدر في جلال دار قلية. رصاص غدر دار شرارة دخن قدح الفوق ولعت نارة فزع ظناها هابات الجارة دهمت على الكرتوش نارة حية. نحن اليوم في بلد شقيق لأجل إبراز الثقافة المحلية مع ليبيين وتونسيين وجميع الإخوان، فهنيئ لنا وهنيئ لإخواننا التونسيين. المشاركة العراقية قسمت إلى قسمين. القسم الأول بعض القصائد الشعبية تقدم من قبل الشاعر فراس الأسدي وأيضا بعض القصائد مني، فضلا عن دراسة عن ذاكرة الأمكنة الشعبية وأثرها على منجز الأدب بصورة عامة ومنجز الأدب الشعبي بصورة خاصة. الأجواء جميلة جدا بمدنين، يعني بصراحة مدنين مدينة رائعة ومدينة جميلة بقصورها وبناسها وبأجوائها الحلوة وبناسها الطيبة. هذه السهرة الثقافية للشعر الشعبي هي واحدة من السهرات الفنية التي تؤسس فقرة مهرجان ورغمة للتراث الشعبي بمدنين في دورته الرابعة. برنامج حافل بالسهرات وكذلك بالندوات العلمية تتناول التراث وتاريخ المنطقة ومسابقات في الفنون الحرفية والرسم يعني والأكلات الشعبية وغيرها من يعني المسابقات كالأصوات التراثية والخيول والرمايل. مهرجان ورغمة للتراث الشعبي بمدنين ببرنامجه الثري يستقطب في كل فقرة من برنامجه جمهورا متابعا لتراث مادي ولامادي تزخر به ولاية مدنين. والآن ندعوكم إلى رحلة من دوز إلى القيروان ضمن الدورة الخامسة للملتقى المغاربي للتراث الشفوي الذي تحتضنه عاصمة الأغالبة بمشاركة 6 دول عربية. بعرض عنوان من دوز إلى القيروان افتتح الملتقى المغاربي للتراث الشفوي في دورته الخامسة والذي يحتضنه المركب الثقافي بالقيروان، ثم انطلقت الرحلة في موكب للسيارات القديمة نحو ساحة أولاد فرحان. هي فكرة المرة هذه قدمناها بشكل صغير، إن شاء الله المرة الجاية باش نعملوها على ركح كبير، اسمها رحلة فنان من دوز إلى القيروان. طبعا كي نقولوا فنان هي رحلة الفن، وكي نقولوا من دوز إلى القيروان مش بالضرورة دوز والقيروان، يعني كل حبة تراب موجودة في الوطن هذا تنجم تتنقل عن طريق الفن لأي مكان آخر موجود في تونس. استمتعت جدا بمعرض الفنون التشكيلية، كان محاكاة بين أب وابنه، فنان تشكيلي وابنه معه في نفس المعرض، وامتداد طبيعي وتاريخي كان أكثر من رائع. وفي المساء كان الجمهور في القيروان على موعد مع عرض أعد خصيصا للمهرجان وأشرف على إنتاجه مجموعة من الأساتذة والشباب من أبناء الجهة. برشا حاجات جديدة في السنة عملوها، وإن شاء الله زاد غدوة فهم برشا عروض باهية. شفنا المهرجان فيها لوحات فنية جميلة، خاصة الخرجة اللي شفناها فيها عروض بتاع سيارات بتاع اللحسنة، الوسيلة النقل اللي كانت القديمة اللي كانوا يستعملوها جدودنا،
90% هي انتجت خاصة بالملتقى، يعني تقريبا ما فماش عروض يعني جاهزة، يعني كلها تقريبا انتجت خصيصا للملتقى وخاصة عرض يعني أوبيرات ثلاث نساء. هذا ويشارك في الملتقى 6 دول مغاربية، وتحضر مصر كضيف شرف، وتتواصل الاحتفالات إلى 2 مايو المقبل. مجموعة عشاق الكتب مجموعة افتراضية أطلقت مبادرة جابس تقرأ، تظاهرة تهدف إلى في ظاهرها إلى تكوين أطول سلسلة بشرية للقراء في وطنها تشجيع على ثقافة الكتاب. تحت شعار شعب يقرأ شعب لا يجوع ولا يستعبد، احتضن كورنيش مدينة جابس تظاهرة جابس تقرأ، تظاهرة حرص العديد من التلاميذ على حضورها ووعيهم كان كبيرا بأهمية المطالعة. فكرة هذه في الحقيقة أطلقتها مجموعة عشاق الكتب، وهي مجموعة افتراضية تعنى بالكتاب المطالعة وحتى الكتابة الحرة، أطلقتها جابس تقرأ، تونس تقرأ، الولايات الكل تقريبا تقرأ. في جابس تبنينا شعار شعب يقرأ شعب لا يجوع ولا يستعبد. في الحقيقة الهدف من التظاهرة هذه هي تكوين أطول سلسلة بشرية للقراء، على خاطر نحب نوصل رسالة أن اليوم أن نقرأ في مكان عام حاجة ما هيش عيب، بالعكس حاجة تكرس ثقافة المطالعة وثقافة الكتاب مواجهة لثقافة العنف. تحب المطالعة؟ طبعا. عليه؟ لأنها مفيدة وتساعدنا كثيرا في تنمية مواهبنا وتجعلنا نستطيع تأليف القصص وتنظيم الشعر. المطالعة يعتبرها البعض والأطراف المنظمة لهذه التظاهرة ضرورية لتكوين أجيال الغد ومجابهة التيارات والأفكار الهدامة. القراءة تخلينا نرتقو، نشوف في عقليات ونشوف في تفكير في المجتمع متى ماهوش باهي. هي الهدف متاعها انه نحبب الناس في القراءة. نحب نأكد على حاجة انه مش كان المطالعة كهو مهمة، راهو صحيح فما صحاب باهين في الدنيا هذه، ما فما حتى صديق اللي هو الكتاب، نجم تكتب حاجة خاطر تكتب حاجة وتعبر عليها. تظاهرة جابس تقرأ نظمتها المكتبة الجهوية بالتعاون مع مجموعة عشاق الكتب وجمعية تنمية وحماية اللغة العربية. من ثقافة الكتاب إلى ثقافة التزويق، وهي لا تحتاج إلى أموال طائلة، هي فقط تحتاج إلى ذوق وإلى مبدع، كما الحال في مدرسة السرور بصفاقس الذي حول التلاميذ فيها القمامة إلى مصدر للتعبير عن الجمال ضمن مادة التربية التشكيلية. بهجة الألوان في هذا المعرض تعكس أحلام الطفولة ونظرتها الوردية فيما تخفي ملامح عديد الأشياء كانت بالأمس بلا قيمة وأحيانا فضلات تلوث فضاء المدرسة. بيبس والبلار وفما حاجات نكونوا نطيشوهم ويخاملنا بهم حاجات باهية. مثلا ترى فما شي حاجة باهية؟ حاجة أنت تحب تقدم هنا تو تحب توري هنا؟ صحن أصنعنا به طوس. هذه باش صنعتها هذه؟ هكية بعواد طبيعة تاع الفم، نلصقوها مع حكة طماطم صغيرة، وبعد ليك نعملوا عليها الحرش، وبعد ليك زينوها بحويش يشرقوا عليها. شو وليت؟ وليت مقلمة. منتجات حاولنا قدر الإمكان أنها تكون تحويل من مواد بسيطة اللي هي كانت عائق على القمامة متاعنا، حولناها إلى قطع فنية، وهذا هو الهدف متاعي دائما وأبدا، أني نحاول أنه التلميذ يخدم دماغه مش يخرج من القطع الغير ما عندهاش قيمة كبيرة، ياسر يخرج منها قطع فنية. أنامل تلاميذ مدرسة السرور حاورت البيئة والمحيط وأثثت أوقات الفراغ، وركنا يحتاج دائما إلى صيانة بالثقافة والانفتاح على المواهب الكامنة فيه. بنستي صنيعتي الصحة علمتنا ياسر حوايج باهين، معناتها تشجعنا على حوايج معناتها ما كناش نعملوهم، كما الحكيت طماطم كنا نلوحوهم معناتها في البوبالة، يا أخي تويكا يا أخي صنعنا بهم ياسر حوايج سماح باهية. بس الزيت كنا نلوحوهم وكل شيء، عملنا برشا حوايج بهم باهين معنا ما فما حد شيء يتلوح. المدرسة لا يقتصر دورها على العلم والمعرفة فقط، وإنما هي علم ومعرفة وتربية وكذلك تكوين وجداني تكوين حسي، والمجال الثقافي هو اللي يملأ فراغ التلميذ خاصة في حي شعبي ينقص العديد من المرافق، فنحاولوا باش نملأوا الفراغ بتاع التلميذ هذوما. الوقت اللي عديته في النشاط الثقافي هذا ما حسيتش اللي خسرته، خاصة نحن فترة قربنا الامتحانات شوية. لا بالعكس هي ديجا عندها هواية معناتها
زادت تشجعت بها وزادت كملت هوايتها. الأنامل الذهبية في مدرسة سرور أعدت إلى جانب المعرض عروضا مسرحية ضمن يوم تنشيطي يتوج نشاط النوادي قبل أن تبدأ الفترة الحاسمة في السنة الدراسية. بهذا إذا نصل إلى ختام النشرة، ولكم تذكيرا بأبرز العناوين. في قفصة إتلاف كمية هامة من زراعة الطماطم بعد موجة البرد الأخيرة، معضلة تطرح أهمية التأمين للتقليص من مخاطر التقلبات المناخية. عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، جدل حول الاستقلالية واحترام الضوابط المهنية وما تحقق في مجال حرية التعبير. يوم تنشيطي بمدرسة السرور بصفاقس يحول المدرسة إلى فضاء لابتكارات تلمذية عكست أحلام الطفولة وتوقها إلى الأفضل. ويمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية www.tunisiatv.tn. في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.